طفشت شيء من العصير اجى شيء عليك؟ لا لا ولا يهمك ولا يهمك. لا مؤاخذه يعني بتعرف وين بيكون بديع صادق؟ بات؟ شفتي شي بات؟ ايه هلا كان هون هو مايا. بات؟ بتسموه بات؟ نيك نيم. بركي بالصاله الثانيه شفته ظهر مع المدير. لا اذا مع المدير بنطره. فيك تنطري بالصالون هون. والله ما بتستاهل. مش معقول طلع واطي. معقول؟ ولك هي كمان تجي لهون؟ سامعة مثلك؟ كيف؟ معقول اجا؟ وجهك وكذاب وكذب ظهر من هون فيلم بهتي. روقي روقي تمار روقي بليز. تلفظ اسمي على لسانك، سامي هيدا لسانك المجوي، ما تقولي اسمي على لسانك. اسمعيني بس خليني افسر لك شو صار. شو اللي بدك تفسره؟ شو اللي بدك تفسره أكثر من اللي أنا شفته إلي؟ نهاد ما فهم شي من شي، فسر على ذوقه. والله شو؟ والفيديو؟ الفيديو صور على ذوقه كمان؟ اطلع لبرا تمار ما بيصير هيك لازم نحكي انه منكب سنتين عليها هيك بزباله شو لقلي عم تحكي هالحكي وانت وين كبيتهم بالمايكروويف نهاد خرفان ليه عمل لي جوزي خرفان سكتي انت يا حيه مش عم بحكي معك مش حس حالك زدت شوي يعني لو بتفرنا بريحه طيبه ما بيكون احسن ولا انت اصلا كيف لك عين تفتح الباب هيدا وتفوت على هيدا البيت لهون ايه كيف لك عين تستعمل مفتاحه للبيت لاني واثق من حالي عم بحكي هيك ظهر من هون ظهر من هون وفل من بيتي سيبك شو عم اقول لك فل يا عمي فل 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 فيلي
مؤاخذه يعني على السؤال، بس هيدا الزلمه اللي هونيك واقف من هو؟ مستر ملاح مدير الجريده ورئيس تحريرها. ودخلك هيدا الشاب اللي حده باد؟ مزبوط، هيدا صحفي كتير مشهور، ما بتعرفيه؟ بلا، انا اللي بعرفه. هيز ا جريت مان، زلمه شاطر ومرتب، وكرمال هيك صاحب الجريده قرر يعمل شهره. حقه، بده يأمن على الجريده. جوز؟ نو بعد، بس اليوم بدهم يعلنوا خطبتهم. صحتكم جميعا، وان شاء الله الاعياد تكون مباركه. مثل ما بتعرفوا مايا وبديع بحبوا بعضهم من زمان. بديع ابني الروحي، تلميذي النجيب. حفلة العيد للشركة أحلى مناسبة تأعلن خطبتهم. إلي الشرف بديع يصير صهر العيلة. بديع صادق أو بط مثل ما بتحب تمضي بعد ما قلت. رح سلمك أماني غالية، مايا بنتي الوحيدة، مستقبلا جريدتي العزيزة. أتشكر وجودكم معنا بهالمناسبة الحلوة. دين؟ أهلا وسهلا فيكم عن جديد. تفضلوا تفضلوا تفضلوا. ما تعتري لا هم المكتب ولا هم الشغل، انا ونها مسيطرين على الوضع والتيم كل واحد بيعرف شغله، فريحي راسك. مزبوط، وانا برايي انه صار لازم لك راحه ولازم لك تاخذي فرصه. وين بدي اروح؟ اصلا مش معوده عيد لحالي. شو رايك تجي تعيدي معنا بالضيعه؟ ننبسط فيك قد الدنيا. يا ريت والله، كنت عم فكر فيها بس انخجلت قلك. اذا بتكوني معنا هيك بيطمن بالنا عليك اكثر. لا لا لا، ما بدي روح نكد عليكم عيشتكم. لك نكدي يا معلي، بس تعي معنا. على قلبنا مثل العسل، المهم تضلي تحت نظرنا. شو بك يا عمو نهاد، ما بدها هالقد. شو بك رح تشغلنا بالنا؟ روق بشرفك. معقولة أنت؟ معقولة إذا حالي كرمال واحد مثل هيدا؟ ضيعت معه سنتين من عمري، معقولة أحرق عمري كرماله هلأ؟ إيه هيك هيدا حكي. وفكرة الضيعة مش بتطالة أبداً، هيك بترتاحي شوي وبتبعدي كمان عن المطارح اللي بتذكرك فيه، وبيكون هيك صح الجرح. ليه ما بتسافري دخلك؟ بشرفك، من جمعة جيت من السفر، وبعد جمعتين عندي تركيب عرس بباريس، تعبت من ضب الشنط والسفر، عن جد تعبت. ضبي شنطة وحدة وبس، وسافري بقلب لبنان شو مطرح حلو هيك بترتاحي. ضب الشنطة علي. Thank you.
بعرف شو بدي. يلا دخيلك ساعد. صباحو عملت لك ترويقه شغل ايدي. هلا بدي اعرف كل التفاصيل كل 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 التيلز. خبريني شو قال لك مصريفك انت شو قلت له. خبريني ريم. ريم ليش بكي هلا؟ شو بكي ريم؟ ريم حبيبتي شو في؟ ليش عم تبكي ريم؟ شو هيدي ريم؟ أكيد ما رح تغير رأيك. ما تعت الهم. أكيد رح لقي محل لذيذ روح عليه وقضي فرصة العيد هيك بسلام. ما تشغلي لي بالي. إذا بدك شيء أو حسيتي بشيء دغري تلفني لي. أنت الرجال الوحيد اللي بيعت الهمة. ولك أنت الرجال الوحيد اللي بينحمل بهالدنيا. تعرف لو منك مجوز وعندك عر ولاد يلعني يلعني ما أخدتك. ولو لكسون قطعوا رجال يا بنتي. بعدين شو بجيبني عليك بالقدر والقيمة أنا؟ ليه شو عم تحكي انت؟ بس لو ما سوسن حبيبة قلبي ولك كنت خطفتك من زمان. تعال ما عم صلي لك كل يوم. شو ضربة عينك على هالختيار؟ غيرت ست سوسن. هلا ما تغير الموضوع وتهربي من الجواب. اذا بدك اي شي بتحكيني لك اكيد بلا ما توصيني حتى ولو. ما بيستاهل تنزلي دمعة من عيونك كرماله. بعرف انه انجرحتي بس ما بدي اياه يسيطر عليكي بغيابه كمان. شو حسي حالي بهلي؟ ثلاث سنين انه عم يضحك علي ووهمني انه بيحبني وانا مصدقته مثل هالطشه. وانا اقول ليه هالمقالات عم تنزل باسم باد؟ شو هالاسم البشع المخصص باللغه العربيه بشي؟ شو بده يعرفني انه باد هو النيك نيم تبع بديه؟ لأنك طيبة وبتشوف الناس بثقة. أنت كنت وفية للحبيب يلي هو مفروض يحبك ويحميك. قام هو خانك واستغلك وغدر فيك. الله ما قال لك. آخ يا رفقة شو كان معك حق. يا ما قلتيلي وأنا ما كنت حبست. حبيبتي بتكوني عن جد ضعيفة وهبلة إذا بتفكري بيلي كنت رح تعمليه. الله من عنده لهمني اني اجي اعمل صبحيه عندك. الحمد لله الحمد لله. تأمريني؟ ليك تأمريني بدي اياك تفلي من هون. روحي غيري جو. بعدي عن البيت بعدي عن الدجاجات بعدي عن مقبره اهلك. روحي روحي انسيي وغيري جو. وما تعتلي هم انا بهتم بكل شيء. بترجعي بتلاقي every string is okay. روحي فلي. لك وين بدي هجو كرفقه؟ شو انا مرايشه تسافر؟ مش ضروري بلبنان عندك كتير مجالات.
حتى إذا ما بدك تدفعي أوتيل فيك تداكشي. هيك كانوا يعملوا من الزمانات. داكش؟ تروك؟ على الإنترنت. لا عم بلوح هالفكرة. أي فكرة؟ لك يا ريم شو قصتك؟ حطي لها ما بتنك يا ريم. ولك يا ريم يا رب يا رب ساعدني. ما بس يريد بينزلوا يريد بينزلوا. شو عم تعملي؟ فهميني. ولك زيحي زيحي من الدرب. عم بتصور البيت؟ ولك ايه بدي صورة لحطها على الانترنت للبيت هو مزين هيك بزينة العيد. يلا زيحي زيحي رح تطلعي بالصورة. ايه ها؟ هيدي صورة. ليكي ليكي بشرفك. مش كارت بوستال؟ مش ايش عم نيح مبهرني. لك هيه. ليكي صوري صورة تاني بروفيد من مالة الان. بيقولوا بروفيل. اي بعرف ما انا قلت بروفيد. كيف بدها تنزل هيدا على بيروت بالمرة؟ ولك فهميني شو بصر لك أوقات؟ رح حطه على الإنترنت وحتى على الفيسبوك عندي كمان. تحطي شو؟ صورة البيت؟ لك إيه؟ ما هيدي فكرتك؟ أنا قلت هيك؟ تنديكش عليه، ما هيك قلتي؟ أنا قلت كل هودة؟ بعملها. قولك بتمشي هالفكرة بالمدينة؟ شو مستحلية يعيش ببيروت؟ لك بالزمانات كانوا ديك شو بتضيع هلا ببيروت انه ايه ليش لا. ها بعتها الصورة. فرجيني فرجيني فرجيك اياها على اللابتوب. واو شو فوتو جينيريك. فوتو شو جينيريك؟ يا الله ما هيك رح لاقي شيء. والله هيدا حلو. كفر دبيان. ليكي شو قولي؟ لحظة 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 شوي خليني قوم روح وإذا جد معك شي خبريني. من كل بد وما بدي وصيك. دخيلك دخيلك ما تشغلي لي بالي. انتبهي على حالك. لك خلص يلا باي. الله معك. يا والله مش غلط بعد شوي بتتلوش. يلا يلا بنغير رأيي. أنا كمان عايزني فرصة. يلا ردي بليز.
شو؟ يلا اوكي. يس يس يس. وليلة عيد، ليلة عيد الليلة، ليلة يس يس يس. وليلة عيد، ليلة عيد الليلة، ليلة عيد. يا الله شو خليني اقبل انا؟ بركي منا خارج هي. لا لا تمر بدنا نروح، ما بدي غير رأيي. فيني اطلع اليوم؟ ما بدك تعرف وين بيتي. ها اي صحيح والله، وين راح كون؟ وين؟ إن شاء الله تكوني بشي مطرح بعيد. داو داو؟ من اسمها مبين شي رفع. عال هيك بتغير الجو. أي متى رايحة؟ ولو؟ اليوم؟ هالقد مستعجلين؟ يلا يمكن هيك أحسن. أحسن لإلك كمان. روح انبسطي، برمي، فسحي، غير الجو. ما تعتلي هم شي، أنا هون، إذا بدك أي شي دقيلي. خليني ساعدك فيها، تقيلي شوي. يلا يا رب. يلا باي. كده على حالي، انتبهي لي على الدجاجات. أكيد. شو في؟ شو صار؟ الظاهر جل عطل هو زيته، مع اني بعدني مدام مسلحة جديدة لتنية عمي عن جد. مسلحة جديدة. جبر يا جبر. نعم سوري. ما تعتلها، ما تفكر بالموضوع. يلا يعطيك ألف عافية. أهلا وسهلا فيك، ما توزيني مدام. أبدا. لا عادي. شفنيك. يا أهلا وسهلا فيك. ثلاثة عشر للعروس 12 للعريس. 13 خلص هلا بشرفك. طيب 13 خلص روح. ايه يلا دق الالاف. شوفي صار لازم امشي قبل ما توصل. بدك انا اخذ للفتيح عنك؟ لا 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 عن جد احسن انا استقبلها. ايه وبعدين هيك هيك على طريقي بلا ما تعذب. يلا ماشي الحال، تبقى على حالك. تيك كير. باي باي. حلو كثير بيروت. ما ها بتجنن شلتيه على الطاير. بدنا بتشوف العجقه شو بتجنن. واذا انا مستعد جن اذا هيك بيروت بتستاهل منا نتحمل عجقتها. بتقولي هيك لانك مش مجبوره تنزلي كل يوم. ليك ليك هالبنايات، ليك شو طوال. الله يتحنن، الله يبارك. يا عمي قديش معهم مصاري هالعالم اللي عايشين هون؟ يا ما شاء الله، الله يتحنن شي فخامة على الآخر يعني هون. حسي حاطي بباريس. ليش انت رحت على هديك البلاد؟ لك لح يا عم أبو عيسى، لك ما أنا من البيت لأن الجيش،
بس خيي طلال سافر لهونيك وفرجاني كم صورة. وبعدين اليوم نحن بعصر الانترنت، يعني فيك تسافر على حي الله بلد وتشوف اللي بدك اياه انت وقاعد ببيتك وحاطط اجر فوق اجر كمان. بعد ما شفتي شيء ما عم صدق اني هون. ما عم صدق. بحبك يا بيروت. I love بيروت. I love بيروت. جلد أحمر. الو الو ست سوسن، انا رامي مبارك جاي اخذ اغراض نسيم. سوري، مين طالب حضرتك؟ مش ست سوسن؟ لا انا ريم. مش بيت تمار مينا؟ بلا، بس تمار مش هون. لانه قالوا لي الاغراض حاضرين وانا هون على الريسبشن. اي اغراض؟ لحظة شوي. ما يغرب.
أنسي دوموزيل نهى. إذا لقيت الغراب بدي أطلع معك، بدي أشوف بيتك كيف هو من جوا. ماجي عيب، تمار منا بالبيت. ألو ألو، شو فيها يعني؟ ما بدك حدا يساعدك بالغراب؟ ألو مسيو رامي، بعدك هون؟ ايه نعم، أنا رامي مبارك. صباح الخير. صباح النور. امبارح لما اعطيتك المفتاح حسيت كتير تعبانة، قلت بعوض لك هالتعب بشوية منقيش. ليك هودي بزعتر من حقلتنا وتحت في بكشك شغل ايدي. سلموا دعيتك، ميرسي كتير. تفضلي نشرب قهوة سوا. لا ما بقدر، بعتذر جيت هالقد بكير، بس لأنه رايح أزور ناس ومش راجع على الليل. يا عيب الشوم ولا؟ يا أصف عمرك يا رفقة، يا أصف عمرك. خير شو في؟ يا الله نسيت المعكرونات. يا الله ما بلحق روح جيبهم بعد هلا. وما بيضاينوا لبكرة؟ كيف ما بيضاينوا لبكرة؟ عملتهم اليوم من قبل الضو، طازة. عن جد ميرسي كتير. طب غيري رأيك فوتي. لا يا ريت. بتقلكن دوموزيل نهى إذا بعد في شي ناقص من الأغراض لا تتصلوا فيها. لا ميرسي، سوري إنه عينيكي بكير. لا اليوم غطست بالنومة، أنا بوعى أبكر من هيك. بتوعى قبل الساعة 8؟ أوهو سبع بوعيني كل يوم على صوته. السبع جوزك؟ ديكي. هو معير كل يوم نفس الشي بوعيكي يعني؟ مثل شاب صاحبي كان عنده ديك بوعيه هيك نفس الشيء كل يوم، بقوم بخربط بيبعته عند الساعات بده يصلحه. انه قال له ساعاتي معقول بتصلح ديك؟ قال له بليز صلح لي. قام اخذوا اكلوا ساعاتي وجاب العظام تبعه وحطهم بكيس وحطهم بالمحل. بس رجع صاحب الديك عم بيسال عنه، قال له وين صار الديك؟ قال له مش نسيك يحو فارته. منيعه. طيب مرسي مرسي على الغراض. اهلا اهلا وسهلا، شرفته. مرسي. كل ما يلزم. ها الله معك. باي باي. مهضوم. جبت المعكرونات راحت الراكو. قصدك المكوي؟ سوري بعتذر. لا لا ولا يهمك، انت مش ريم او انا عيوني عم يغشوني. انت مين؟ في شي غلط فيي؟ لا لا بالعكس. ما في شي نقزك يعني؟ لا 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 ابدا، بس ما توقعت شوف حدا هون انه هيك هيك. كيف هيك يعني؟ شو قصدك؟ ريم مش موجوده، بعتذر. طيب بقدر فوت انطرا جايب لها معي كرواسون من بيروت من محل هي بتحبه كتير؟ اكيد تفضل. ميرسي. طلال خيالي. افتكرتك. لا خيال. اوكي تفضل. بتحبي احمل عني الركوة؟ تفضلي فوت انا؟ اكيد. ميرسي.
وين بتحبي اقعد؟ انت وين اقعد؟ وين كنت قاعدة حبستي؟ هون. انا ما اقعد اقعد هون على طول. معلش؟ ما عرفتين عليكي؟ أنا جيت لهون بس كرمال أقضي فرصة العيد، وريم نزلت تسكن بشقتي، يعني فيك تقول إنه تبدلنا. ها معقول؟ يعني ريم غيرت عويدة ونزلت؟ يعني صرنا اثنين، أنا مش معودة أبداً إني أوقف شغل أو إني أخذ فرصة. غريب ما قالت لي، يعني ما أنا جاي اليوم. معقول كنت دقت لي؟ أنا حط تليفوني سايلنت لأنه كل نهار كان عندي ميتينجز وهيك. أنت عايش ببيروت؟ ما رح جيبك على ولا سؤال قبل ما تقولي شو اسمك. أنا عرفتك على حالي. عرفيني على حالك. سوري. تمار مينا. مينا؟ فيك شيء طلياني معي؟ أبدا. لبناني أصيل وأبدا عن جد. حرام هالزلمة الختيار، كيف وصل لهون؟ معقول وحده؟ عم تحكي معي؟ ايه بعد ما بلشت احكي مع حالي اكيد. لا مش اكيد، لانه ما حدا بيصبح حدا. في اقعد حدك؟ وين بدك تقعدي؟ ما بتخافي تقعدي على الارض توسخي ثيابي؟ لا قصدي جر لك كرسك لحد البنك هونيك. لازم تقولي تقعد حدي؟ ايه فاذا بعيدا من الاول، بتسمح تقعد حدي؟ شو؟ بتسمح؟ سلم ايديكي على القهوة. اتوقعت تكون طيبة هالقد. ما أنا عادة كثير ضعيفة بالقهوة بس بنيت أختك كثير طيبين. حلو. ها؟ حلو كثير. بتعرفي أول مرة بتعرف هيك على بنت ودغري بحس حالي مرتاح معها، بتمزح وكول وهيك. ما تشد إيدك كثير. بقولوا عني مرجلة. يعني مش بنت؟ لا أكيد بنت بس أخت رجل. حلوة كتير كمان. مستر عقيقة طلال. طلال أنا جيت لهون كرمال ارتاح شوي لأني بعدني طالعة من علاقة عاطفية كانت يعني صعبة شوي كتير شوي كتير. حسوا أكيد شخص بلا ذوق ممكن يزعلك وما بيفهم كمان. هلا اكيد. عبالك تعملي برمي بالضيعه؟ اكيد. كنت حابه اروح اتمشى هيك بعد الترويقه، هيك حابه اكتشف شوي المنطقه وامشي بالطبيعه، هيك شغله مريحه للاعصاب، بحب امشي لوحدي. اكيد. يا بفهم انك يعني حابه تكوني لوحدك طبعا. يعني اكيد انت جاي لهون تهدي اعصابك ويعني اكيد ما كنت متوقع حدا يدق عليك الباب شخص ما بتعرفيه ولا موعد هيك يفوت لعندي. طبعا تشرفنا. تشرفنا معرفتي. ميرسي.